خبر كمان معانا مشاهدينا. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق لعودة السياحة الداخلية، وده بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الصحة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. والتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتورة سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الفل يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يعني في البدايه خليني اسال حضرتك عن الاشتراطات اللي يجب ان تلتزم بها الفنادق حتى تحصل على شهاده الصلاحيه الصحيه. الاول طبعا الفنادق علشان تقدر تشترك في فتره التشغيل التجريبي اللي هي بتبقى نسبه 25% من الطاقه الاستيعابيه للفندق في المرحلة الأولى، وبعد كده ممكن تزيد ل50%، بتقدم طلب تشغيل لعمل مراجعة وتفتيش وفقا للمعايير السلامة الصحية اللي وضعتها وزارة الصحة. وده بيتم تقييمها من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، وفي نفس الوقت بتحصل على شهادة معايير السلامة الصحية، ودي طبعا اتعمل لها علامه تجاريه وتم الاعلان عنها من يعني منذ يومين تقريبا. بعد كده كل فندق المفروض يوفر عياده طبيه وتبريد يبقى موجود بصفه دايمه، والتاكد طبعا من جوده كل ادوات الوقايه الشخصيه وادوات التعقيم وكل حاجه طبعا موجوده داخل الفندق علشان يبقى يعني متاكد انها طبعا يعني بتناسب المعايير اللي وضعتها وزاره الصحه والسكان في هذا الشان. طبعا ده بالاضافه ان في فريق عمل تم تشكيله مشترك ما بين غرفه الفنادق واداره كافه العدوى في وزاره الصحه للمرور على الفنادق بشكل مستمر. طيب نروح على الاشتراطات الخاصه بالنزلاء اللي اعتمدتها الحكومه يا دكتور. الاشتراطات النزلاء بتشتمل على انه ضروره تركيب جهاز تعقيم في مدخل كل فندق، وطبعا تعقيم الامتعه للنزلاء فور وصولهم وكمان قبل مغادرتهم للفندق، طبعا قياس درجات الحراره عند دخولهم كل مره، وتطهير كافه المناطق العامه، وتوفير كل المطهرات اللازمه للايدين وفي كل الاماكن اللي هي ممكن يتدرج فيها النزلاء بالفندق. طيب العاملين في الفندق يا دكتور هل كمان ليهم اشتراطات للتعامل مع النزلاء؟ اكيد طبعا، طبعا ده اهم حاجه طبعا احنا نحافظ على العماله زي ما بنحافظ على النزلاء. أكيد. فكان طبعا تحديد نسبه تشغيل العماله من الاساس لحد اقصى 50% من نسبه العماله. وطبعا بيتم اجراء اختبار سريع للعاملين العاديين من اجازاتهم، واختبار درجات الحراره عند دخول كل يعني لو فرض حتى انه قرب بيتعمل له تاني اختبار درجات الحراره، وبيتعمل لهم اختبارات سريعه على البوابات الساحليه المدن الساحليه اللي هم بيعملوا فيها، وطبعا غير بقى دورات النوعيه والتدريب المستمر وتاهيلهم على كيفيه التعامل في ظل هذه الظروف والاحتياطات والاحترازات اللازمه طبعا اللي وضعتها وزاره الصحه. تمام، هل يا دكتور هيتم تشغيل الفنادق بكامل طاقتها؟ يعني هنرجع زي ما كنا قبل هذه الجائحة؟ لا طبعا، هو في فترة تشغيل تجريبي بتبقى نسبتها 25% من الطاقة الاستيعابية فقط للفندق، دي تقريبا لحد 1/6، وبعد كده هنتدرج تدريجيا إلى 50% من نسبة الطاقة الاستيعابية للفندق، وده طبعا شرط أساسي لأن لازم يبقى فيه طبعا مسافات ما بين العملاء أو النزلاء، ده غير طبعا إن الحجرات تم تحديد إن يبقى الحجرة تستوعب فردين وطفل، يعني كمان مش هتبقى غرفة ممكن يكون فيها اللي هي الفاميلي روم زي الأول بتبقى فيها عدد كبيرة، فطبعا لا المعايير كتيرة جدا حطت اشتراطات في الإقامة. أخيرا يا دكتور، يعني أعتقد إنه سؤال مهم جدا، المطاعم اللي في الفنادق هل ليها ضوابط علشان يقدروا يتم التشغيل بيها زي ما كنا في الأول؟ اكيد طبعا، لان المطعم جزء لا يتجزا من الفندق، ف يعني دلوقتي طبعا تم الاستغناء عن البوفيه المفتوح، وحاليا بيتم التعامل او هيتم ان شاء الله الفتره الجايه التعامل بنظام المنيو المجهز، يبقى فيه مجموعه من الوجبات يعني صداقه الاختيار العميل او النزيل هو اللي يختار منها، ده غير طبعا ان المساحات ما بين الترابيزات او الطاولات بحد ادنى 50 مترين ما بين كل طاوله والثانيه، المسافه متر ما بين كل نزيل ونزيل على نفس الطاوله بحد اقصى 6 افراد على الطاوله الواحده، طبعا معايير النظافه والتطهير مستمر،
وتعقيم اليدين في كل نقطه، وغير كده برضو قياس درجات الحراره للداخلين المطعم وفي نفس الوقت للعاملين في المطعم بشكل مستمر. ادوات المائده والاستخدام هي ادوات مره واحده ولا تعاد استخدامها، يعني كثير من الاجراءات الحقيقه يعني محطوطه في الاعتبار طبقا لمعايير ومواصفات اللي وضعتها وزاره الصحه والسكان. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره سهى بهجت، مستشار وزير السياحه والاثار والمتحدث الرسمي باسم الوزاره، بشكرك شكرا جزيلا على المداخله. مشاهدينا فقرتنا الاخباريه انتهت، هنروح لفاصل ونرجع لفقره الصحافه مع ضيفنا اللي هيشرفنا في الاستوديو استاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، خليكم معنا.